اهلا يا اطفال، في حصتكم المفضله عمو يزيد راح يتطرق ليوم عالمي مهم جدا معكم. وش هي مناسبه 16 ابريل؟ يوم العلم. يوم العلم، برافو. كاين يوم عالمي ضد رق الاطفال. والشاطر يعطينا الحل، حكايات فيها عبرة حكمة مثل الشيخ الطيب العقبي، ولد الطيب العقبي. وعمو يزيد دلكم مفاجأة، أغنية نقول فيها 16 أفريل يا فرحي بلقياك، 16 أفريل يا فخري بذكراك، 16 أفريل يا فرحي بلقياك، 16 أفريل يا فخري بذكراك. وانتم كذلك يا اصدقاء اللي راكم تشوفوا فينا، الى حبيتوا تحضروا كما الاطفال اللي راهم معنا وتفرحوا، ما عليكم الى توجهوا الموقع على الانترنت عمويزيد.com والضغط على الزرار اراء وملاحظات وتراسلونا. استنونا في الاسبوع المقبل نفس القناه نفس التوقيت. سلام. يا ذكرى العلماء يا معزه بلادي، طيري كالحمامه روحي ولينا عودي، ورجعي بالسلامه وعيد التاريخ لولادي. يا فرحي بلقياك، 16 أبريل يا فخري بذكراك، عيد ميلادك أحلى عيد. تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدولو، هيا نصفق ونغنيلو، تعالوا هلموا إلينا الضف مع عمو يزيد.